حاجه واحده اخرى ما رديتوش ليها البال هو اننا دايره العرض حتى في العطور، ما قلتهاش لكم ولكن قلت زعما راه تكون باينه في الستوري. بزاف البنات ما رضوش ليها البال ان العطور درتهم فقط 200 درهم عوض 300 درهم، دونك تمشيو المحلات تختاري اي عطر بغيتي ب 200 درهم، ومسك الطهاره الاصلي ب 70 درهم عوض 120. دونك هذا وجه ديال لكم البنات، سيروا واستغلوا العرض. بالنسبه للبنات ديال اوروبا اللي كيسولوا على بروموسيون، شوفوا انا السيده من دوبتي اللي كاينه في فرنسا هي كتاخذ عندي منتجات وكزيد عليهم فلوس الشحن وفلوس داكشي اللي خلصات عليهم، داكشي علاش السعر كيتزاد. كما نفس القضيه بالنسبه للامارات، راكم عارفين اللي حتى كنبيعها هنا 150 200 درهم اماراتيه، اللي هي اللي حولتها المغربي اللي هي تقريبا 500 درهم، ف لانه زيد فيها الشحن زيد فيها الجمارك والرخصه وبزاف ديال الحوايج، فما كيتحسبش نفس السعر. فحتى هي راه دايره نفس القضيه، يعني كتاخذ المنتجات